عليكم يا كومنسة زينب رفيق جميل، كملي وياكم كورس سوتشينج. لسه احنا وصلنا لليونت 8 اللي حنشرح بيها الـ ARP Inspection. بداية لازم اعرف هو شنو الـ ARP، شنو هو او شنو طريقة شغله، وبعدين اعرف شنو هو الثغرة اللي هو استغلها الاتاكر على مود هاي اني لازم اطبق الفيتشرز تبع الـ ARP Inspection. نبدي بسم الله. عندك الـ ARP هو شنو؟ الـ ARP هو Address Resolution Protocol. شنو معناته؟ انه انت عندك الـ IP Address تريد الماك ادرس مالته، يعني بالنهاية كأنه ما تسوي Table الـ IP الـ IP والماك والماك ادرس مالته، كل واحد استثنى هذا X وهيجي، بسوي كأنما ما بيج from IP to MAC address. اوكي ستقولي اوكي انا شغال على layer 2 switch اللي هو يعتمد على الماك ادرس بال forwarding للداتا مالته، فما احتاج انه الIP عم تصير forwarding للداتا. لا تحتاج. ليش؟ عندك من هذا السؤال انا سألته بوقتها من اول ما بديت بسنة 2014 انه دا افتهم الموضوع. فعندك الداتا من تنقل من مكان من اكس الى واي مثلا لازم تمر بمن؟ تمر بالاي او اس لاير 7 كليتهم، اللي هو لاير 2 لاير 3 ولاير 4 كل اللايرات لحد ما تصل الابلكيشن لاير لاير 7 الاخيرة. تمر من خلالها يلا انه توصل لك الداتا وتقدر تشوفها وتفتحها. اوكي عندك هي هاي لازم تكون كلها موجوده، لازم يكون عندك السورس اي بي والديستنيشن اي بي سورس ماك والديستنيشن ماك. يعني افرض انه البي سي تنقل داتا من السيرفر، اوكي شلون حتوصل الداتا مثلا للسيرفر هنا؟ هسه عندك هنا هذول الشبكه وهذول بشبكه، هذا الماك ادرس مثلا خلينا نعطيه اختصار سي، هذا الماك ادرس خلينا نعطيه اختصار اي، وهذا ننطيه دي، وهنا اي. يعني عندك كل انترفيس بالراوتر الى ماك ادرس. فمن نريد ينقلها انت عندك السورس اي بي مثلا، هذا ننطي الاي بي مالتي دوت 11 وهذا مثلا دوت 3، بس كل واحد شبكه مختلفه. فانا عندي هذا دوت 3 نعتبره وهذا دوت 11. عندك هنا الماك ادرس مالتك من تطلع سي ديستنيشن شنو مالتك هنا اي، بعد تتوصل انت للسيرفر هنا بعدين حتتغير من حتوصل للراوتر هنا، من وصلت للراوتر هنا بهاي المنطقة تطلع حيتغير الماك ادرس. شو راح يصير؟ راح يصير السورس اي ديستنيشن دي. اوكي فاني بهذا الشغل أنا هعتمد الماك ادرس عم تكون عندي الإيثرنت فريم. فشون أعرف الماك ادرس؟ عن طريق شون؟ عن طريق إنه الـ ARP اللي هو يسوي IP to MAC address mapping. أوكي هاي الفائدة مالته كل ضروري بالشغل عندي، يعني بشغل مش بشغل نقل البيانات هنا. أوكي عندك الـ ARP مثل ما قلنا هو شون حيشتغل كأنما normal request and reply protocol. شنو؟ انه عندك البي سي اللي جايين تريد الاي بي ادرس تبع الراوتر، تبغى تشوفون 10.0.0.1 يريد الماك ادرس مالته، هو عنده يا الاي بي فيريد الماك ادرس مالته. فايش راح يسوي؟ راح يدز ريكوست اللي هي تكون برودكاست ريكوست، فالبي سي جرين حسوي البيو حسوي له هنا اجنور لان مو هو الاي بي. فعندك الراوتر راح يسوي له ريبلاي، راح يقول له يا با اني صاحب هذا الاي بي هذا الماك ادرس مالتي. عندك بكل حاسبه اذا تروح على حاسبتك وتكتب ARP space underscore a فيطلع لك التيبل الخاص عندك بالاي ار بي انه كل اي بي والماك ادرس مالته، يعني دي تقدر توصل بيه من خلاله مو مالته حقيقي. اوكي او يا اما عندك فقره انه اللي يشتغلها من الاتاكر
عند اشوفك طريقة الشغل بعدين اقول لك شلون ده يستغل الاتاكر الفقرة عمله. عندك ال GARP اللي هو شنو، عندك الراوتر وبالشبكة عندك 50 واحد او يعني 50 PC او اكثر، ومال انه كل شوية واحد يدز له ريكوست يابا انت شنو الماك ادرس وذاك يجاوبه، ويدز له ريكوست يابا انت شنو الماك ادرس وهذا يجاوبه. يختصر هالراوتر شو يسوي، يدز من البداية هو برودكاست للكل يابا يقول لهم ترى اني هذا الاي بي وهذا الماك ادرس مالتي. اوكي بيختصرها. الاتاكر شو استغل؟ استغل هو شو سوى، هو ايش راح يسوي، هو راح يدز برودكاست، راح يقول لهم يا باني هذا الاي بي مالتي، راح ينطي الاي بي مالته. اوكي لا غلطت بصراحه، اي ايش راح يسوي انه دا يستغلها spoof someone else ماك ادرس. شو راح يقول؟ راح يقول اني هو مو الاي بي مالته هذا، بس راح يقول، راح يقول اني هذا صاحب الاي بي نفس الاي بي مالته، بس اني هذا الماك ادرس مالتي، مع العلم هو هذا الماك ادرس مو مالته، مال هذا فمالت ال شو اسمها الراوتر. فعندك الكامب تيبل اللي شرحنا عليه وقت بالبدايه، شو يحتوي الكامب تيبل؟ يحتوي على البورتات والفيلان والماك ادرس، فهو ما يخزن يعني نفس الماك ادرس على different port. اوكي يعني من حيصير هاي العملية، من هذا حيدز هذا، هو شو راح يسوي؟ راح يسيف بيما، راح يسيف بالسورس اعتمادا على السورس. فهنا السورس منو؟ هذا هذا الماك، بس راح يسوي راح يمسح هذاك القديم وحط هذا جديد على مثلا هذا بورت 1 و بورت 2 و بورت 3. فهو شنو كان عنده؟ كان عنده هنا البورت، شوف السويتش شلون يشتغل، هو شلون دا يستغل هالاتاكر. عشان كتبت بورت عنده على البورت 3 الماك ادرس A، اوكي، وعلى البورت 1 الماك ادرس C. بس من ايجاب من قبل شوية من دزله هذا شاف انه الماك ادرس مالته منو؟ اي، فهذا حيمسحه وهذا هنا حيخلي الاي، مو شرط يمسح السي. اذا انت مثلا ما نطبق عليه بورت سيكوريتي، ما حدد له ماكسيمم مشكله ماك ادرس اتعلم، فراح يخلي الاي. اوكي واللغة من هناك، بس ايش راح يصير؟ راح يصير اي شغله انه اي بيانات النقل هتتم من خلاله، فكأنه ما حدا يصير مان ان ذا ميدل اتاك، يعني كأنه هو صار جيت واي، كان انه عندك الاتاكر شوي سمارت انف حيستغل هاي الفيتشرز. اوكي شلون اني انه اسوي ميتيجيشن هاي الشغله؟ الميتيجيشن بالبدايه انه عندك هو شنو، هو لاير 2 تقدر تطبقه على على السويتش، وهو يشتغل على الاي بي فيرجن 6 4. اي بي فيرجن 6 يعتمد على الاي بي تو ماك ادرس مابينج على الاي سي ام بي فيرجن 6، انه هو لاير 2 يشتغل على بير فيلان، يعني تفعل على كل فيلان محدده انت رايدها. هو شنو من اسمه انسبكشن، يعني انسبكشن يعني شنو؟ يفحص، يعني فهو شنو يسوي؟ انترسبت او لسنينج للباكت اللي خاصة بالاي ار بي، يعني يكون مركز فقط بالباكت اللي قاعد تنقل وتروح وين تبع الاي ار بي ريكوست او الجي اي ار بي، بيكون مركز عليها. خوش، فاول ما تفعله انت البورتات مالت سويتش، مشان اللي مشرحنا الدي اتش سي بي سنوبين، كل هاي البورتات شو تكون؟ تكون ان تراستد. اول ما تفعله البورتات تبع السويتش شنو تكون؟ تكون أنا تراستد. أنا تراستد يعني هي اللي راح أطبق عليها الإنسبكشن الخاص بالأي آر بي. أوكي فهو شو راح يطبق هذا الإنسبكشن؟ راح يجي يأخذ التيبل مال منو؟ مال اللي دي إتش سي بي سنوبينج تيبل اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة، اللي قلنا شو يحتوي؟ يحتوي على الفيلان، يحتوي على البورت نمبر، ويحتوي على الماك ادرس، ويحتوي على الاي بي اللي اخذها من خلال ال دي اتش سي بي. اوكي فحيجي يقارن هاي الانفورميشن تبع الاي ار بي تيبل هنا، ليش راح يتاكد انه هذا الاي بي صح هذا الماك ادرس مالته؟ لان هو شلون يسوي تشاينز اي بي ويا سبوف ماك ادرس، يعني دي جوجل ماك ادرس بالاي ار بي
بوزنينج يعني اتاك خاش. فجي حي جي حيقارن حيشوف هذا الاي بي صح هذا الماك ادرس مالته، يعني مثل ما قلنا هو كان دي جوجل ماك ادرس، او انه مثلا انه اي ار بي ريكويست ريلايز اون ذا اوكي اي بي اتش تي بي سنوبينج شرحناها. عندك شلون حطبق السوليوشن. بالبدايه لازم انت تتاكد انه دي اتش سي بي متفاعل، دي اتش سي بي سنوبينج انت فاعل على السويتش، وانا شرحت محاضره اللاب مالتها مين قدرون تشوفوها. بس هسه هعيدها. اول شغله تفعل جلوبالي اللي هو اي بي دي اتش تي بي سنوبينج، ثاني شغله تفعل بير ان فيلان. اكو ثلاث شغله ما كتبت انه وين تسيف الداتا بيس، فلازم تسيف الداتا بيس مالته اللي هي دي اتش بي سنوبينج لازم تسيفه. عندك الشغله اللي اخت تنتبه عليها انه الفيسنج دي اتش تي بي تفعله شنو تراستد، يعني هسه هنا هذا الانترفيس تفعله تراستد، هي بقية كلها ان تراستد، وهذا الانترفيس عم بيوديك لمن، بس هذا الانترفيس تبع السويتش اوكي تفعله تراستد، هو فيسنج لمن للدي اتش سي بي اللي حيوصلك للدي اتش سي بي اوكي، واي بي دي اتش تي بي سنوبينج تراستد. وعندك فقرة اللوخ مهمة ما راح ياخذ دي اتش سي بي، لان عندك من حيكونوا بنفس الفيلان، لازم انه تمنع الانجكشن تبع الاوبشن 82، فانت تمنعه عن طريق شنو نو اي بي دي اتش سي بي سنوبينج، لان راح يصير عندك اجنور، ما راح الكلاينت اللي عندك اياه هم راح يستلمون اي بي من خلال دي اتش سي بي سنوبينج، من خلال الدي اتش سي بي. انت ما تفعل الدي اتش سي بي سنوبينج لازم تمنع نو اي بي دي اتش سي بي سنوبينج انفورميشن اوبشن، لازم تمنع الاوبشن تبع ال 82 سوفر فيكيشن اليور كونفيجريشن شرحناها بالضبط، بس هذا مجرد كانت اعاده. ولا فعلت الدي اتش سي بي سنوبينج وكملت الفقره مالته، يا الله يشتغل الاي ار بي. شلون حيشتغل الاي ار بي؟ الخطوه الاولى بس مجرد تفعله على اي فيلان انت رايده globally، فتقول له IBD SCP snooping VLAN 1 2 3 VLAN 1 أو VLAN 2 VLAN 3 أي VLAN، أما تفعله على أي VLAN شرح يصير حصل هاي الانترفيسات كلها شنو untrusted، يعني هم نفس الفقرة كل هاي الانترفيسات ما السويتش راح تكون untrusted، من حتكون untrusted راح أسويها عليها الانسبكشن واضحة. من سويتها untrusted لازم انه انت الاي بيات المحدده ستاتيك، يعني مو معقوله انه الاي بيات الستاتيك مو موجوده، وين مو موجوده بالدي اتش سي بي سنوبينج بايندينج تيبل، تذكروا ما بيها، بس فقط بيها الاي بي تو ماك ادريس اللي هو شنو الاي بيات الماخوذه من خلال الدي اتش سي بي. بس اكو اي بيات اني احددها ستاتيك بالشبكه مش طبيعي، اكو اي بيات ثابته اني منطيتها ستاتيك، زين هاي شلون انا راح اتاكد من عندها؟ خاف انه من خلال الاي بيات الستاتيك انا راح يصير عندي الاتاك. فايش راح يسوي هو عندك صار عندك تتبع انت تو اوبشنز ان كيس عندك اي بيات ستاتيك شلون حتشتغل بها بالدي اتش سي بي بالدي اتش سي بالاي ار بي انسبكشن، يا اما تسوي اكسس ليست وتضيف الاي بيات اللي خاصه بالستاتيك تقول اي ار بي اكسس ليست وتنطيها اسم، ورا ما انطيتها اسم تجي انت هاي مثلا اكثر المعادلات تحب تعيدها، اذا انت عندك اكثر من ماك اكثر من اي بي ستاتيك بالفيلان الوحده، فتكتب اسمه فيرمس اي بي هوست تنطي الهوست مالته، الماك هوست تنطي الماك مالته اللي هو راح يسمح له عاديا نطبقه بالفلتر تبع الاي ار بي، فتكتب اي بي اي ار بي انسبكشن نفسه شلون هذا هسه هنا مثل عنه لان اي بي اي ار بي انسبكشن نفيلون، ما انا هيك احفظ الكومنتات، وهذا كله نفسه يكون اي بي اي ار بي انسبكشن نانا فلتر، وطبق هذا الفلتر الاسم مالته تجي تطبقه هنا وتطبقه وين عليها فيلون اوكي، على مود يكون واضح ان شاء الله نحن اسوي عليه لاب. او يا اما الاوبشن الثاني انه تدخل على الانترفيس وتقول له تراستد، بس انا ما افضل انه تدخل على الانترفيس وتقول له تراستد لان هاي اي بيات ستاتيك. بس اللي تريد تسوي مثلا تراستد يعني ماكو داعي انه هذا سن، مثلا انا هنا بالشغل ما احب انه هذا اسوي تراستد بحاله الاي ار بي، هذا بقي انا يعني بقي انا تراستد ما عندي اشكال اسوي انسبكشن الاي ار بي قاعد تجيني، بس شنو
اطبق عليه، عم بيسوي الانسبكشن للاي ار بي اللي حتجيني. اذا ما راح اسوي هالشي راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي دروب للباكت. اوكي، يعني ان كيس انه انا عرفت هذا الانترفيس اللي بوجه الراوتر، يعني اذا عندك الستاتيك ادريسز كلها اللي عندي اياهن بالشبكه، راح يصير عندهن دروب من ديزل اي ار بي، وما راح تنقل اصلا حتى بينج، وما راح تشتغل. ليش؟ يعني عندك راح يصير لها دروب. ليش راح يصير عندها دروب؟ يعني انت اي ار بي ريكوست راح تندز، واي داتا انت حتنقلها انت تحتاج الاي بي تو ماك ادرس ما بينج. اوكي، راح تدز الاي ار بي، من حدز الاي ار بي راح يسوي له اجنور. ليش؟ لان هو راح يجي يقارن وين؟ راح يقارن بال اسمها بالتيبل. يعني من حتسوي مثلا هسه عندك هذا، سوري انا اشرح بايدي ببالي انه حد يشوفني كانه ما سبوره، عندك هسه هذا مثلا البي سي وغيرها من البي سيات او الراوترز او سيرفر عندك، وهذا ما اخذ شنو ستاتيك اي بي ادرس. فمن راح يدز اي ار بي ريكوست اللي هو يعتمد عليها، يعني مثل ما قلنا الايثرنت فريم متكونه من ديستنيشن ماك ادرس واي بي ماك ادرس، فمعتمد عليهن، فيريد هو اي بي تو ماك ادرس مابينج. فمن راح يدز راح يصير عندك، راح يصير عندك اجنور الهن. ليش؟ لان عندك السويتش ايش راح يسوي؟ وين حيجي يقارن؟ وين حيقارن؟ راح يقارن على ال دي اتش سي بي داتابيس التيبل. اوكي، راح يشوف بيها، حيشوف فيها الاي بيات اللي مين ماخذين الاي بي تو ماكن من اللي ماخذيها من خلال شنو؟ من خلال منو؟ من خلال دي اتش سي بي سيرفر صارت الاساين مالتها، ومن خلال الستاتيك. يعني في اي شيء ستاتيك راح يصير دروب. فانا على مود احل هاي المشكله، يا اما هذني الانترفيسات يعني مربوطة على كلاينت، أنا من يعني كلاينت اللي هو بي سي سيرفر كاميرا اكسس بوينت اكسترا، منطيت المخزن اي بي ستاتيك، فلازم اسويها تراستد، وانا ما احب انه اسويها تراستد. او يا اما انه اضيفهم وين؟ بماك ادرس، واسويهم فلتر بالاي بي اي ار بي انسبكشن، على مود من حخليها بالماك بالاكسس ليست، راح يجي يقارن عليها همين، راح يجي يقول ها انه هذا الاي بي صح، هذا الماك ادرس مالته، انا شنو دا ادخل؟ دا ادخل الاي بي، دا ادخل الماك ادرس مالته لكل كلاينت انا منطيته الستاتيك اي بي. اوكي، واضحه؟ بعدين خطوات نكملها، عندك دا تحدد ليميت رايت، هو اوبشنالي يعني قصدي باي ديفولت الليميت رايت عندك 15 باكيت بير سكند، تقدر انت همين يعني تقلله، تخلي مثلا 10 مثل ما انا مسويته هنا. خوش، شوف انه هذا لا، هذا امسحه، هذا سلايد سوري. عندك شلون حيشتغل مالته الفيريفاي show IBAR inspection، show IBAR inspection specific VLAN، تحطي رقمها، بنقول له show IBAR inspection، تعال كل VLANات information خاصة بكل VLANات اللي انت مفعلها، لان انت اكثر من VLAN عندك طبيعي بالشغل مالتك. او يا اما انه تسوي specific VLAN، عندك تشوف الستيت تبع الانترفيسز والرايت ليميت، تقول له شو اي بي ار بي انسبكشن انترفيس، عندك تشوف الاحصائيات مالتك ايش قد كم انترفيس صار دروب، صار عندك انسبكشن شو اي بي اي ار بي انسبكشن ستاتستكس، الاوت كم شلون حيشتغل. عفوا من الحكي لازم تاخذ من السكرين الحكي شلون حيصير الشغل عندك. من هذا حيدز اي ار بي باكيت، ايش راح يصير؟ وصلت للسويتش، من توصل للسويتش راح يقارن السويتش الـ ARP information على كل الانترفيسات الـ Untrusted. إذا انترفيس Trusted ما راح يشيك أي شيء بي. خوش، حيقارن وين؟ باع عندك in order، يعني بالبداية حيجيبها على الـ Access List اللي احنا سويناها. أوكي، وإذا شاف انه ماكو ماتشينج راح وين يروح؟ حيروح على الـ DHCP Snooping Binding Table. اوكي، فاذا شاف انه اكو ماتشينج راح يعديها، اذا شاف انه ماكو ماتشينج راح يسوي لها دروب. ولهنا خلصت المحاضره، اي سؤال عندكم اياه اتركوا لي اياه بخانه التعليقات، ولا تنسوني من دعوه بظهر الغيب، وباي باي.